أنا عاطف، عندي 30 سنة، من 5 سنين اتجوزت أنا وسارة بنت خالتي، كنا بنحب بعض من ساعة ما وعينا على الدنيا، عيلتنا كلها كانت عارفة حاجة زي كده، كانوا بيضربوا بينا المثل، يوم فرحنا كان أسعد يوم في حياتي، كنا إحنا الاتنين فرحتنا ما تتوصفش، ساعتها حسيت إنه خلاص، أنا مش عايز حاجة تاني من الدنيا. عشت مع سارة أحلى أيام حياتي، كانت مراتي وحبيبتي، صاحبتي وشريكتي، دنيتي كلها، عمرها ما زعلتني ولا زعلت مني، كانت دايماً بتساعدني واقفة في ظهري، ياما استحملت ظروفي وعصبيتي، عمري ما شفتها زعلانة أو متضايقة، كانت أقرب واحدة ليا، باخد رأيها في كل حاجة، في شغلي وفي حياتي، حتى علاقاتي مع الناس وعلاقتي مع ربنا، ورغم مكانتها عندي عمرها ما استغلت حاجة زي كده علشان تطلب حاجة ليها، كانت دايما مبدياني عن كل حاجة في حياتها حتى نفسها. افتكر مرة كنت مريت بظروف مادية صعبة ولقيتها بايعة العربية بتاعتها، عربية غالية كان باباها جايبها لها، ولما عتبتها قالت لي انها هتشتري عربية صغيرة بالتقسيط، وادتني الفلوس اللي حلت لي مشكلة كبيرة في شغلي. وجت نور بنتنا، جت عشان تكمل سعادتنا. حقيقة أنا كنت راجل محظوظ قوي، ناجح في شغلي، ظروفي المادية اتحسنت، بيتي وأسرتي مثال للسعادة والحب. لغاية ما كنا في يوم مسافرين من 3 سنين وعملنا حادثة، وماتت سارة ونور. ساعتها أنا مش قادر أصدق إن هما راحوا مني للأبد. ساعتها دنيتي كلها راحت، مبقتش بعمل حاجة في حياتي غير إن أنا بفكر فيهم وبفكر في اللي حصل. بصحى من النوم أتفرج على حاجاتهم اللي في البيت وأفتكر ذكرياتي معاهم، أروح المقابر وأقعد أتكلم معاهم بالساعات وأبكي، وأرجع البيت وأنا مش قادر أستوعب برضه إني مش هلاقيهم في البيت. بطلت أروح شغلي، مبقتش عايز أتكلم مع حد، حتى أهلي اللي كانوا بيحاولوا دايما يساعدوني إن أنا أخرج بره الحالة دي، بس أنا مش قادر، مش قادر أصدق إن هما ماتوا، مش قادر أصدق إن أنا مش هشوفهم تاني. ياما جريت عليهم في الشارع علشان أحضنهم، كنت بتكسر أوي لما أحس كل اللي أنا عايش فيه ده أوهام. ياما صحيت على صوتهم في البيت وأقوم زي المجنون أدور عليهم في البيت وما لهمش، أنا مش قادر أبطل أحزن عليهم، يمكن حاسس إن أنا لو بطلت أحزن عليهم يبقى أنا كده بخونهم. أنا عارف إن كل الناس اللي حواليا عايزين يساعدوني، بس اللي عايزهم يعرفوه إن كلامه معايا عمره ما هيأثر فيا، لأن محدش فيهم عايش اللي أنا عشته ولا جرب اللي أنا فيه.